يدخل لي تانكي، يقدر يدخل في تيم فايت يدير دامج يعمل هيلين و هيز is almost immune to damage for 15 seconds or 10 seconds. يقدر ياخذ الشن تاع كارتوس باش يعاون الفريق ديالو. ليفل 6 ياخذ الشن تاع جي بي يعاون. يجي من ناحيه ديكاب ومن ناحيه انفنسبل. بس ستيل فادي هنا رومينج دلوقتي بالالستر ورن يعني let's say can way too ahead of himself مع الكلينس هنا، فهو مور ذان ريدي هنا ان هو كان يكلينس الديث تندنس. وين الريكول كانسلت هنا بس ضحكت عليك اكشلي معايا دبليو هنا والفول باك اعطوني فلاش اكون موجوده بالفيرست بلاد اكون موجوده من ناحيه رن بالهيلو بليدز وانوبس. ديكاب اوفيشلي جيبيتد اف ان ذا شات فور ماي ثريش بوي. حلوة جدا 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 من سي في لعبها بالظبط. ما شفناش منه برسيركر جريفز في داجر مثلا عشان نحاول نشوف اللي كانت تكون موجوده. ودي هنا فادي على طول بالانجيج هلو بليدز ممكن يكون موجود كلينس وارد اب ويت ويرلي هنا من ناحيه رن الاولين موجود منه على طول بالباستر شوت هيجيب البيك اب على انفنسبل. ودي كاب بيحاول يجيب البيك اب على فادي هنا بس رن دي فايده ان انت تكون ببوش على طول هيكون معاك ليفل 6 ادفانتج وتاني كيل والسنو بول ابتدى اوريدي من ناحيه انوبس على البوت سايد. اتوقع منه جانكس كتير على الكارثس هنا. ودي فادي مره كمان في الميد لين ممكن يكون في الكومبو على طول دبليو كيو هاوفر مش هيكون في فلاش. فلاش ممكن تكون موجود دلوقتي على شكل دايموند بالكالينج البيك اب بتكون سهله جدا بس اوكي فادي هو اللي هياخدها بالترمبل هنا. الميد جيم والليد جيم بتاعه قوي جدا تقدر تجيب اي حد سكوشي وتموته. ممكن نشوف هنا فايت يعني كانت احسن بالنسبه لهم لو كملوا الفايت. اها ودلوقتي الالتيميت فاير على طول من عند ريكس اي بس الاكزوست كانت موجود على طول من عند ريدت فادي اي سرفايف بس قبل باسف اللي موجود من عند الالستر والالتيميت فاير بس الدمج اللي موجود من عند انفيسبل بالكيو هيطلع دمج كتير جدا هنا على ريتد والانجيج موجود هنا على داكراي. الالتيميت فاير دبل كوين من عند ريتد بس ستيل احنا مش من 20 ولا 30 تو كيلز بيروح فور فري هنا من ناحيه تيم كات. اوكي انوبس ستيكس منهم واي تو اهيد اوف ذيمسيلفز هو يبقى سيف بالنسبه له. لا انا هرجع ممكن نشوف هنا يموت وده كرايف 1 في 3 سيتويشن. الكيو هنا ما كانتش نوعا ما متوقعه من ناحيه ديكاب بس ستيل بيك اب هتروح سهله جدا لصالح هنا جاك اوف دايموند في الميد لين. جانك تعمل دلوقتي على ماجد في التوب سايد. جون داد موجود ديكاب موجود داخلين بالهكس فلاش على طول وادي اللانترن فاير داب. ماجد المره دي معهوش الفلاش المفروض يفول داون والهوك هنا هتكون موجوده من عند ديكاب بس لسه مستني لغايه اخر لحظه بيحاول يدوا الكل هنا زيرو عشان يقدر ان هو سنو بول والكل في التوب سايد هتروح 3 في 1 بريتي ايزلي هنا لصالح زيرو بس ده بيحط انفنسبل في خطر. ممكن يكون في دايف موجود عليه على طول من عند رن ومن عند فادي. التيميت فاير ضب بس انستنت كلينس فاير ضب على طول من عند رن. الاكزوست وكاد شروش شويه وقت ودمج كتير جدا طالع منه بيسوق انا في الهيد على طول بالباستر شوت وان الكيل هتروح لصالح رن في الكيلينج سبري ولسه الدريك معمول عليه فوكس من ناحيه انوبس. خسروا التوب لين توريت بس كسبوا الدريك وكسبوا السولو كيل اللي كانت موجوده على انفنسبل في البوت سايد. وفي الميد لين هنا جاك اوف دايموند بالفيز رش سكاتر ذا ويك على ذا كراي بس هيقدر يفول باك عشان ديكاب كان بعيد جدا في الميد لين. فول باك هنا من 17 و30 ثانية ممكن نشوف الانفينيت اكس زيرو مرة كمان داخل في ال 1 في 5 على طول بالالتيميت هنا. الالتيميت بتلاند على طول هنا على ماجد واي فول داون على طول والانجيج لسه مكمل هنا من عند زيرو. ذا كراي هيقدر ان هو يدد زيرو ولا لا زيرو تانكي جدا من الالتيميت من الستر والدبليو هتديله سستين كتير جدا. الكيلينج سبري هيكون موجود بس تيم انوبس بيستغلوا الوقت ده في ان هم على طول يعملوا دريت هنا لدريك وبياخدوا تالت دريك والانفيرنا سول هتكون موجودة في مينت 23 ايرلي دريك جدا. ولو انوبس خدوا الانفيرنس حركه كويسه جدا موجوده هنا من ناحيه جاك اوف دايموند ما بيعملش فيس تشيك للبوشز عشان ما يقعش. وماجد هنا ستيل اجريسيف جدا التيم كله ميسنج والاس اس بينكس موجوده سكاتر ذا ويك ريموف سكيرفي في الوقت المناسب بس ويتو ماتش سي كان براج ستول هنا من ناحيه زيرو بس مش محتاج يضرب عشان ليفر فروست كومبو مور ذان انف ان هو يجيب ماجد هنا. والكان براج ممكن تكون موجوده على طول من عند زيرو على ريتد بس نوت نيدد ريتد هنا يجيب البيك اب على ديكا بس جون دات بالكونكر على طول هيجيب على البيك اب برولرز كلو على ريكساي بالجاب كلوز وانوبس اوكي بالماكرو سكيلز بالتوب سايد بيحاولوا ان هم يجيبوا البارون 3 في 5 بس اوكي الالتيميت كان موجود من عند زيرو بالكانون باراج قدر ان هو يكنسل الكول على طول فيري ريسك هنا من ناحيه انوبس. اوكي وهنا الفايت هتكون موجوده دلوقتي هنا على الانفيرنال سول في خلال 5 ثواني على طول هنا انس وهي دي اهم فايت في الجيم. بس قبل كده ماجد البوت سايد هنا دلوقتي مع الفلاش جون دات هو بالبرولرز كلو ماجد تقل جدا على الفلاش راي والبيس كده بص الدمج اللي موجود وكمان عن جون دات هدريت هنا في ثانيه واحده بس على طول جي بي وريكويم فاير داب ويت ويرلي هنا على طول دخل في البوت سايد ريست واتش في موجود على طول من ناحيه الباك لاين. ديكاب هنا على طول موجود بالاكزوست الفاير داب من ناحيه انفيزبل على كلاك راي دكراي لسه كويسه بال 1 في 2 في البوت سايد بياخر تيم كات جدا بيخش على طول بالي هيجيب الباك اب على انفنسبل وانوب السيطرين سيطره تامه دلوقتي هنا على دريك بس اوكي زيرو هيجيب الباك اب دلوقتي حالا على ريدز قتل الجانجلر جاكوب دايموند موجود بس كده بس الانسان ستوب واتش كان موجود من عند رن هيسرفايف وفادي على طول على الباك لاين. التريد لسه موجود جاكوب دايموند بيجيب دلوقتي الباك اب على رن ولسه زيرو بيسرفايف والشوت داون هيكون موجوده من سندرا على رن
و2 في 2 سيتويشن دلوقتي. الاسكاتر دي موجوده مع جاك اوف دايموند وزي ما انت قلت سندرا مرعبه جدا بالدمج. هجمه بيك اب على داكراي والهيل هتكون موجوده تريبل كيل موجوده الميد لينر كات اي سبورتس والايس هتكون موجوده كمان والانفيرنال سول مش هتروح لصالح انوبس من 24 انس او ممكن كانوا براش من ماجد تسرقها بس سيرو مضطر ان هو يفول باك ما معهمش اي سستين. ماجد جاي على طول هنا بالتي بي والاولن سكاتر ذا ويك ممكن تكون موجوده من السندرا تاني. كيب ان مايند ان جندر لو خدت كيو واحده هيفول داون. جراس مود اندايك موجوده بتبرر على طول وهم اللي معاهم هنا السكاتلر هيجيب اول بيك اب شوت هيكون موجوده. ماجد لسه بيتريد هنا على طول قدام السول من ناحيه زيرو وكيل كيو الثانيه مش نوت انف ان هو يقدر يجيب البيك اب عليها دلوقتي من تيم كات. ماشي بس تيم كات فعلا هل هيتريدوا المليون انهبيتور مقابل البرن؟ صراحه انا مش متفاهم الماكرو لحد دلوقتي مش مرجعين اي حد يديفند حتى اعتقد ان تيم انوبيس هنا اوكي ستيل بغض النظر عن اي حاجه بتحصل قادرين ان هم هنا بالماكرو ياخدوا ميد لين انهبيتور مش هيروح البارون فور فري فتحوا ميد لين انهبيتور وبغض النظر عن التسع هي الميتا دلوقتي بتاعته بس انت كنت ممكن تغير حاجه بالنسبه للسي في مش عارف في ايتمات كتير متاخره في ايتمات غريبه دلوقتي ماجد للمره التسعة كان في بيلد احسن وماجد هنا المرة التاسعة بالفعل برضه الانجيج موجود عليه على طول والالتيميت من ناحية جاندة الانصابل هتكون موجودة بس دكراي كان موجود هنا على طول بالانقاذ بس وقيته ليت هنا بالكالينج والجيل فورس مش قادر ان هو يجيب البيك اب ولا على زيرو ولا على جاندات عشان الديسنجيج موجود منهم. تاسع مرة ماجد اكتر من الريشيو بتاعت الشامبيون نفسه فالدمج اللي هيكون موجود من زيرو في الفايت اللي جاي بالريكويم هيكون اقوى من دمج ريتد ومارك ماي ووردز. استنى لما الالتيميت تتعمل بص الالتيميت فاير ده على طول هنا من ناحية زيرو اوكي 25% اتش بي شالت من ناحيه كل واحد ابرد شال تيم ممبر كامل هنا على طول والكيو فاير طب من عند انفينسيبل اول تراك ده فول داون هايبر هيكون جاك اوف دايموند تريدد 1 فور 1 على طول هنا مع ريتد بس الكويم هتكون موجوده كمان هنا من ناحيه ريتد اوكي انفينسيبل هاي سرفايف بس اوكي دي بروجن بريس انا اجيب البيك اب على طول لصالح ريتد وانوبيس بيسيطروا الوقت هنا على البارون. ماكرو بلاي صراحة سيء جدا من ناحية كات ان هم يدوا البارون فور فري كده جاندات ممكن يحاول يسرقها بس سيفي على طول الاكس بلاش بيحاول ياخرها على قد ما يقدر وسيسيك كتير موجود جدا من ناحية على طول سيفي بس ستيل زيرو برضه بيسرق هنا البارون يعمل لكم ايه اكتر من كده فادي مفيش سمايت هنا ايزي ان هم يقدروا يسرقوا البارون على طول والشوت داون هتكون موجودة صالح رن وشوت داون كمان هتكون موجودة هنا على طول لصالح رن تاني على ريك سايد دبل كيل والانجيج موجود هنا من عند داكراي بس ستيل دي كاب سرفايف سرقوا البارون ده طبيعي يعني انا شايف التيم فايت بالنسبه للتيم كات لازم سندرا تبدا الفايت لازم سندرا التيميت في ايه خلاص إيه تقدر تجيب اي حد لكن سندرا احنا ما شفناهاش في اي تيم فايت غير في اول واحد يعتبر دامج اوكي الالتيميت فاير ده من ناحيه انفنسبل كمان هنا الروكت جامب كانت موجوده من عند رن عشان يقدر ان هو يفول باك تيم كات دلوقتي داخلين هنا بالاولين اللي هيكون موجود على تيم انوبس دلوقتي على البارون بس بيكلير البارون بسرعه جدا اوكي الكيو اي كانت موجوده من عند ماجد بالبارلي شوف الدمج عملها جاك اوف دايموند اللانترن هنا بس انفيرنا سول دمج كتير جدا هنا على طول الريتد هنا بيسكيور البارون والريكوين فاير توب تيم كات ديليتد هنا على طول وانوبس ان ذا جيم رن بيجيب الكيلنج سبري على طول وبالروكت جامب بيجيب تاني كيل وبالروكت جامب بيجيب تالت كيل بس داكراي هيسكيور هنا ويسرق منه الكيل اكشن دبل كيل موجوده وانوبس بالكلين ايس مش هيخسروا اي حد في الجيم وتيم كات بعد 40 دقيقة انوبيس بيعملوا الجيم هنا ب 10000 جولد ادفانتج جي جي ويل بلايد وهيكسبوا خامس جيم ليهم في الاي اي سي وتيم كات هتكون دي تاني ديفيت ليهم في الجيم والجيم طول جدا مش محتاجين مينيونز بس في المرحلة دي الصراحة سيفي ممكن يموت هنا من التورتس اوكي فادي اكشلي هيسرفايف اوكي وجيم 5 بيروح لصالح انوبيس قدام تيم كات في 40